مباشرة من معرب مشاهدين، بذكركم أن هذه الحلقة تنقل مباشرة على إذاعة الشرق، إذاعة لبنان الحر، وعلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني. عندكم موقع نشيط جدا على كل حال، وسريع سريع وفعال جدا. حكيم نبيل عوكل عم بيسألك على فيسبوك، إذا تم اختيارك في مجلس النواب كرئيس جمهورية للبنان، الله يسمع منه، إن شاء الله، كيف سوف تضع يدك بيد حزب الله، وكيف سوف تتعامل معهم، وهل سوف تطلب دعم دولي لحماية الحدود اللبنانية من الشمال إلى الجنوب وبخاصة المناطق؟ عم بيقول أنه عدم المشاركة بالحكومة مع حزب الله اليوم وكل موقفك تجاه ذلك، هل يعني يتغير في حال كنت رئيس جمهورية؟ كيف ما بدك تتعاطى معهم؟ أبدا، قصتنا بدي أتعاطى معهم، شو أنا مسنقفهم ما أتعاطى معهم؟ افترضي انا كنت رئيس جمهوريه، بيجي بودي ورا القياديين من حزب الله، بقول لهم تفضلوا يا شباب، بيتفضلوا. بقول لهم ليكوا يا شباب، ما ممكن بناء دوله وانتم بالوضع اللي انتم فيه. ما فيها دولتين يكونوا موجودين على ارض واحده وبقانون واحد. وبالتالي هلا بدنا نبني دوله جديه، يا بدكم تقرروا تكونوا جزء منها وتفضلوا، ويا 100,000 اهلا وسهلا فيكم. اذا ما بدكم تقرروا، وبالتالي بدكم تحلوا الاجزاء العسكريه والامنيه وتوقفوا كل الممارسات وترجعوا كل الصلاحيات يلي انتم اخذينها. يعني اذا مش هيك والله ما فيكم انتم تكونوا. تقلك شغله بقانون الجمعيات اللبناني، انت عارفه واحد ما فيه يكون عضو بجمعيتين بنفس الوقت، ما فيه يكون مثلا بحزبين بنفس الوقت، واحد ما فيه يكون دولتين بنفس الوقت. ما فيك تكون انت جزء من الدوله اللبنانيه وجزء من دوله حزب الله. بده ينقل الواحد. يعني حكيم قطعت الطريق كليا على امكان ان تكون في قصر بعبده؟ ليش؟ هذا هدف في حد ذاته، الا اذا بدي اقدر احقق مشروع سياسي نحن بنؤمن فيه. طبعا. وقال شو انه الشغل نحصل على مراكز معينه، هذا مشروع سياسي. انا بقول لك شغله بكل بساطه وبكل صراحه، طالما حزب الله بالوضع اللي هو فيه، ولا ممكن نقدر نوصل على وضع مرتاح بلبنان. نقطع السطر. طب نشتغل سياسي مشان نشوف. يعني ما رح تعمل رئيس جمهوريه الا ليتغير حزب الله سلوكا وتعاطيا، او اذا اكثريه اللبنانيين لقوا انه هيك بيوصلوا للدوله اللي بدهم اياها. بس انه ليش بدك تعمل رئيس جمهوريه اذا كل شيء ضابط، كل شيء على ذوقك، كل الاحزاب السياسيه منضبطه يعني تعمل تحت القانون وكما يجب؟ يعني ساعتها بنصير مثل سويسرا، وبيبقى رئيس الجمهوريه صار هيك يعني مجرد شكل موظف ودوله مؤسسات وقانون. بالعكس، اذا ما اجى رئيس جمهوريه قوي ما رح فينا نعمل هيك، كيف رح نعمل هيك لوحده؟ لا، بس انت عم بتقول مسبقا انه اليوم مين رح ينتخبك بالبرلمان اذا عندك هذه الشروط على حزب الله، وله اكثر من يعني الحصه الوازنه والكتلة الوازنة، عنده حلفاء وازنين. طيب شو بدي؟ بدي ضل اسعى تحقق مشروع، لان انا مش هدفي اوصل على بعبدا كاوصل لعبعبدا. اذا بدي اوصل على بعبدا تقدر من هونيك حقق المشروع السياسي يلي حامله. هيدا المشروع السياسي بتقلي لي ما رح تقدر تجمع اكثريه من النواب يمشوا معك بهالمشروع السياسي، بقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اذا مشان هيك لازم نشتغل نحن كاكثريه من الشعب اللبناني تصير عارفه شو لازم ينعمل تيتحسن الوضع بالبلد. هيدا اللي لازم ينعمل، بدنا ناخذ هالاكثريين، يجي فيها اكثريه نيابيه من هونيك ورايح نقدر نعمل خطوات اجرائيه. كيف شايفها؟ يعني انتم سنه 2014 بدي افترض ما دخلتوا الى الحكومه، شو رح تعملوا كخطوات عمليه؟ يعني حكى الرئيس السنيورة عن مقاومه سلميه بمدنيه، لازم نكفي نحن بنضلنا السياسي. اعطيني عن جد يعني نقاط محدده بتكون تقوموا فيها، عصيان مدني درستوها؟ لا، شو بدنا فيها؟ يعني شو فيكم تعملوا؟ اول شيء لازم نضل على خطابنا السياسي، لازم نضل نقول نعطي التشخيص الحقيقي انه هيدا راينا بالبلد، وما بيزبط البلد الا هيك. ما بدك كمان تجيبي اكثريه شعبيه. في حدا ما سمعوا هيدا الحكي حكيم؟ في حدا ما حفظوا؟ بعد ما هلا مثلا انا برايي بال 2014 اللي سامعينه اكثر بكثير من 2013، وال 2013 اكثر من 2012، لانه تباعا عم تتبين الحقيقه. بس شو بتعملي؟ بدك تواكبي الراي العام بالسرعه اللي هو بيقدر يمشي فيها. بس عم بتغير الراي العام؟ يعني عم بيتغير دكتور جعجع؟ على اكيد عندك مؤشرات انه الناس عم تتبدل، عم تتغير؟ طبعا. يعني اليوم 14 قدرت نزلت على الانتخابات، وضعها كثير افضل من 2009 حسب احصاءات ولا الارقام؟ حسب شو بتعمل 14 اذار مثلا. هلا ما بخفيك انه اللي صار بهالجمعتين رجع انه ضعضع شوي صغير الوضع ب 14 اذار، بس قبل هالجمعتين ايه وضع كان افضل. هول اللي ضعضعوا لوين بيروحوا بالنهايه؟ اذا في صناديق اكثر ماشي بيروحوا عند حزب الله؟ لا، بيجوا لعنا. بس نحن املنا مش بس نحفظ على اللي عنا، نجيب زياده عنهم. بس رح اقول لك اكثر من هيك، 14 اذار عندها فرصه كثير مهمه بال 2014، هي انتخابات رئيس جمهوريه. على 14 اذار ان تتحضر تدخل انتخابات رئيس جمهوريه جديه،
مش نروح على الحل الاسهل انه تعال نشوف خي بركي في شيء مرشح بنقدر نتفاهم نحن والفريق الاخر عليه، وبالتالي نروح على شيء ملغوصه من جديد وهيك وعلى شيء حدا، لانه الشخص اللي بتتفاهم انت والفريق الاخر عليه شو بده يكون؟ ما تاخذيني بالتعبير مشي توافقي قصدك مشي؟ مش توافق انه مشي الشخص يا مدام بولا كل الوقت بتشيد فيه لرئيس سليمان اللي هو رئيس توافق. لا لا رئيس سليمان بس يعني بس بطل نتف صغيري بس بلش ياخذ مواقي بطل توافقي تتشوفي يعني باخر ست اشهر سنه قبل هو شرفيا منه لانه كل الفرقاء اجمعوا عليه على طول كان يجرب يوفق بيناتهم. اول ما بلش ياخذ مواقف ياخذها فريق اخر بطل معتبره توافقي بس اخذ حد ادنى من المواقف. يعني شو هالرئيس اللي بده يكون مختار منقى بين 14 و8 ادار مع اختلاف مشاريعهم السياسيه قولي لي شو بده يكون؟ بشو بيامن؟ شو بده يعمل؟ ماشي. طيب اليوم البلان عم بتقول نروح على الانتخابات الرئاسية صح. حضرتك عم ترفض المشاركة في هذه الحكومة ما في أي ضمانة إلا إذا عنا حد أدنى من التقدم السياسي بالشكل عم بقلك عنه نعم. يعني منروح كلنا سوا عليها ساعتها بتروح على الانتخابات الرئاسية لا منروح على الحكومة طيب إذا افترضنا أنه هذا التقدم ما حصل وبدي أفترض أنه ما في حتى حكومة اليوم في أجواء على كل حال سلبية يعني في كثير من المشاكل البعض حتى في عنا بعض الحلفاء الموضوعيين موضوع الحكومة بدون ما نكون حلفاء يعني في العماد ميشيل عون والبعض بيرجع بيتذكر بيقول مجددا العماد ميشيل عون الدكتور سمير جعجع عم بيوقفوا قطار البلد بعد 20 سنة شو على السابق شو هالحكي هذا كل واحد من المدراسات مختلفة كليا عماد عون اعتباراته شكل اخر يعني يعطوه هلا وزارة النفط بيمشي الحال نحن هي اعتباراتنا ابدا نحن يعطونا اعلام بعبده بيمشي الحال مزبوط حتى لو مع اي حقيبه اي شيء ما في ساعتها من البحث الثاني يلي ما بعمرنا كثير توقفنا عنده أيه. بس يعطونا اعلان بعبده لانه هذا بيعمل بس بتروحوا الى الشروط الاخرى اللي هي شروط بنروح نبحثها ايه طبعا حقيبه قويه توازن طبعا او غيرها طيب. ليش على طول عم تقول لنا حقيبه لا يعني عم تقول مبدئي اولا وبعدين في هذيك الشروط بعدين ساعتها حديدي وبويا هلا بنبلش بالمبدئي طيب وبعدين هيك بس خليني ارجع اقصد مثلا 14 ادار شو فيها تعمل 14 ادار من هلا فيها تحضر حالها بدل ما البعض عم بيحضروا حالهم هيك لتسويات من هون او لا انه بنشوف وبنرتبها تحضر حالها لمعركه رئاسه الجمهوريه جديه وبقول لك شغله 14 ادار عندها حظوظ محترمه توصل مرشح بدها اياه بخلاف ما البعض بيقولوه برجع بقول لك محترمه يعني نائب وليد جبلاط انه يصوت مثلا معكم بالدوره الثانيه ولا كيف؟ بدون مفوت في تلتين بشي محل؟ بدون مفوت بكثير تفاصيل انا رايي انتخابات رئاسه الجمهوريه 8 ادار لازم يكون عندهم مرشح ويعلنوا عنه قال هيك مع مشروع قال هيك السيد حسن نصر الله قال انه نحن 8 ادار لازم نلتقي على مرشح و14 ادار يلتقيوا على مرشح مع مشروع سياسي ل 14 ادار ونروح على انتخابات رئاسيه واللي بيطلع روح كلنا سوا نني هيك انتخابات الرئاسه بتكون فاصل 14 ادار عندها هالفرصه فرصه مهمه وما تقولي لي اذا حطت تقلها كلها سوا بما تمثله بكل امكانياتها السياسيه والشعبيه انه حظوظها كثير كبيره بخلاف ما البعض بفكروا خلينا نفند هذه الحظوظ أيه. بتعتقد فعلا دكتور جعجع انه اليوم 14 ادار كقيادات ممكن تجتمع وتتفق على شخص طبعاً. واحد مرونه واحد ترشحه لرئاسه الجمهوريه طبعا مدام بولا انا بعتقد كثير اوقات عم بصير في تجني من الناحيه اول شيء من حق كل مرونه انه يفكر انه هو يتولى منصب رئاسه الجمهوريه من حقه بس بنهايه المطاف انه الكل بيتفقوا على واحد ما في اي مشكله كيف وباي معايير باي معايير بيتفقوا على واحد يعني حضرتك بتقول مثلا انا بعتبر حالي مرشح قوي وزعيم مسيحي قوي وانت زعيم مسيحي قوي ما في شك بس بيطلع كمان رئيس جميل بيعتبر نفسه كمان هو عنده خبره رئاسيه هو عنده حزب عريق وهو مرشح مسيحي قوي في كمان شخصيات اخرى موجوده بالحياه السياسيه ما بدنا نسمي الكل من 14 ادار في بطرس حرب وفي صحيح. غيره وفي اغتياره استاذ روبير غانم وشخصيات في من 14 ادار كثيره أوكي. الكل بيعتبر انه هو مشروع رئيس جيد إيه كيف بدكم تتفقوا على واحد على اي معيار على اي اساس قرعه كيف حكيم كيف اعتبر بالقرعه ما تعتلي هم يعني عم نفوت بتفاصيل هيدي المشاهد ما همه فيها بس انا اللي عم بقوله هيدي اكيد بنحلها لانه ب 14 ادار ما في حدا بيقول انا او لا احد يعني هيدي على الاكيد افترضي هي افونتاج كبير على 8 ادار ب 14 ادار ولا حدا عم بيقول انا او لا احد لا ابدا خلص كلهم واللي بيحب يتقدم واللي مش مفكر بيحب يفكر نحن بعدين بنلاقي اليه
وبنتفق على مرشح. ما انا عم بقول لك خارطه الطريق ل 14 اذار، بنتفق على مرشح واحد يلي برأينا هو عنده الحظوظ الاكبر، ما هيك؟ بنروح نخوض معركه فيه وحظوظنا محترمه. اللي شو لازم نعمل؟ هذا لازم نعمله. طيب هذا كثير منيح. كمان الفريق المقابل قال سيد حسن نصر الله 8 اذار لازم نجتمع نتفق على مرشح. أوكي. البعض بيعتبر الاتفاق على مرشح هونيك اسهل كون في اكثر من مرشح، ولكن يعني المرشح اللي هو الوزير سليمان فرنجية بيقول أنا بتنازل للعماد ميشيل عون إذا ظرفه أفضل مني أنا بعطيه الأولوية، هذا مش متوفر 14 أذار. بس على كل حال بيوصلوا 8 أذار بالعماد ميشيل عون. مين قال لك يعني ليش هيك مفترضي انه ب 14 اذار؟ واضح من التصريحات. لا مش واضح، طرح صرح سليمان فرنجية انا بعطيه افضليه على بالنسبه ل 8 اذار واضح، ما حدا عملها. وبالنسبه وب 14 اذار ولا حدا تمسك وقال انا المرشح الوحيد واذا ما رشحوني لا بس بس حكيم بتتنازل لحدا حضرتك ب 14 اذار؟ بتنازل لحدا. الو طبعا. مين؟ طبعا مين الشخص بتنازل للبحث لا. طيب شو على كل حال الرجل سمى وقال انا بتنازل لهالشخص. نوصل لمطرح بدنا نفترض 8 اذار العماد ميشيل عون مرشح، 14 اذار دكتور سمير جعجع مرشح. ما بتعتقد ان هيدي يعني الوصول الى هذه النقطه هو بالتحديد ليوصل الخلاف هالقد بالحده انه يقولوا يا جماعه طيب مختلفين مقسومين على الاسمين بهذا الشكل الحاد، خلينا نروح الى التوافق؟ ليش بمجرد ان تضع يعني دكتور جعجع العماد عون بوش بعض للناس يمكن الاسهل الاهين المنطقي انه روحوا الى التوافق بعزز فرصه التوافق. بقول لك منطقي شو هو؟ المنطقي انه مثلا عند الشيعه في حزب الله وامل، ما هيك؟ حزب الله وامل المركز الشيعي الرئيسي بالدوله شو هو؟ رئاسه مجلس النيابه. صحيح. بيتفقوا عليه وبيطلع واحد من الفريقين الكبار. طبعا عنده سنه الفريق السني الكبير هو تيار المستقبل، مشان هيك على طول تيار المستقبل، وهذه كانت المشكله الرئيسيه مع رئيس نجيب ميقاتي وقت ولا رئيس الحكومه، تيار المستقبل حكما بس 60-65% طالع على وجهه من السنه. صحيح. انه ايه من السنه حكما انه لازم هو يكون له الكلمه الاولى برئيس الحكومه ان كان منه ولا غير منه. عند المسيحيين ليش القعده غير شكل؟ في حزبين كبار معروفين شو هن، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه، وفي بعض الاحزاب الاخرى، وفي بعض الشخصيات الاخرى. بشكل اساسي هودي لازم يكون منهم من حدا من هالكبار بالتفاهم مع الاخرين. هيك لازم تكون القاعده. بس مسئبين اثنين الكبار على ناقدين على الاخر. عظيم واحد منهم على القليله. اثنيناتهم المشاريع مشكل بالبلد، يعني تصور كمان قصر بعبد اليوم يعني مشروع مشكل اضافي بالبلد غير المشاكل والانقسام الموجوده. هيدا الكلام غير صحيح، لكن نقول رئيس بري مجلسه على رئيس مجلس مشروع مشكل، مزبوط مشروع مشكل، خصوصا هون انه الانعكاسات سياسيه كبيره. فاذا مش مشروع مشكل، ليش مشروع مشكل؟ عم تتخيل لولا دور الرئيس سليمان بحفظ التوازنات بالبلد يمكن كان كمان لو كان من الاصطفاف الحاصل 14 او 8 كان بمطرح ثاني. مدام بولا حفظ التوازنات على الميلتين. لما لبنان اذا ما بده يربح مشروع واضح ومشروع 14 صحيح ما راح يضل لبنان. شو عم نحكي نحن؟ انه بدنا نحفظ التوازنات يعني شو بتحفظ التوازنات؟ بدها غالب ومغلوب طبعا. يوصل رئيس مش بين الطوائف حدا يغلط دكتور جعجع او مثل بال 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 بالمشروع السياسي طبعا. اذا ما بده يكون في مشروع سياسي غالب على مشروع اخر على الدنيا السلام واللي عم بتشوفيه هلا لانه هيك. بس ما عم نحكي بثلاث شهور دكتور جعجع، شفنا اليوم جنيف 2، شفنا وضع النظام السوري، الازمه مستمره، موازين القوى ما حتتغير من هلا لايار على ما يبدو. يعني حضرتك ما بده يشتغل لتغييرها. ايه بس انت عم تحكي على ثلاث شهور انه بدنا نروح بانتخابات الرئاسه. ليش لا؟ بانتخابات رئاسي ليش لا؟ دكتور جعجع مرشح شو؟ حسب برئاسة الجمهورية. حسب بدي اشوف كيف الظرف، بدي اشوف كيف الوضع داخل 14 اذار، بدي اشوف كيف وضع بالبلد ككل. حسب حسب واحد، مش انه مرشح لا مش هيك انه ما أنا بتعرفي حسب رشحك بالسابق الرئيس سعد الحريري، بتعتقد بعده على رأيه؟ بعتقد ايه. طيب حضرتك بتقول انه يجب الذهاب الى المسيح الاقوى يكون برئاسه الجمهوريه مثل ما عاملين الشيعه ومثل ما عاملين السنه. طبعا. طب ليه بدنا نروح للقوي ما نروح الى الاقوى؟ اليوم لحد هلا حسب اخر انتخابات عماد ميشيل عون هو الاقوى شعبيا. ليش ما نروح على دكتور جعجع؟ ما بيهم. ليه ما نروح الى الاقوى ساعتها؟ اول شيء هلا الوضع ما بقى مثل 2009، يعني بتمنى تشوف استطلاعات راي جديده، بس مش هذا المهم، المهم حزبين القوية. يعني ما بتيجي بتاخذي بس ما بدلك شغله شو عم بصير برئاسه الجمهوريه، ما تاخذيني بالتعبير. انه المواجهات مستمره. والمصارعين على الحلبة على طول شو بنعمل؟ بنيجي بننقي واحد من بين الجمهور بنجيبه هو تيكون خي. ليش؟ مصارعين على الحلبة، يعني اليوم مش سليمان فرنجية خي مصارع على الحلبة، مش العون مصارع على الحلبة، بطرس حرب خي مصارع على الحلبة، بيجي بفكر مضرب مين؟ أمير جميل خي مصارع على الحلبة،
هون موجودين مصارعين، بيجي بصير فتش له حدا يمين وشمال هيك شي مطرح مخبى مدري شو، او عم بيعمل علاقات عامه او بيهدي الناس مدري شو من هون من هون، قال له ايه ما هيدا بما انه ما بدنا نزيد الشر بالبلد، شو هالحكي هيدا؟ بدك تنقي حدا عنده حد ادنى من الصفه التمثيليه، او يمكن ما يكون هو بس يكون هو له يد الطوله، او الحزب اللي هيك بكون هو له يد الطوله. مثلا هلا تمام سلام موجود برئاسه الحكومه، طبعا تمثيله الشعبي للرئيس تمام سلام متواضع، بس معروف انه تيار المستقبل وراء عاد ساعتها ممثله معتبر. هيك بدنا نفكر، والا بنكون بنكون سميت المستقبل 124 نايب. صحيح هيدي صحيح. بس طيب دكتور جاج عم تحكي جدا منطقي، بس عم تتخيل انه اليوم رئيس جمهوريه لبنان مثلا من محاور معينه، مثلا اذا كان لازم الوزير الفرنجي لازم يكون هيك. لا لحظه، او العماد ميشيل عون، يعني بدك تدخل لبنان مجددا هذا الرئيس الجمهوريه رمز الدوله اللي قلنا مساله المعاهدات الدوليه حتى الخارجيه اللبنانيه يفترض انه هذه السياسه يكون هو جزء مهم منها. صحيح. بدك اياه مثلا يكون بمحور تنفترض سوريا ايران. لا انا عم بسالك، بدك رئيس الجمهوريه يكون بمحور سوريا الايراني مثلا، ما عندك بقدر ما بدي رئيس الحكومه يكون بمحور معين، وبقدر ما بدي رئيس المجلس يكون بمحور معين. كيف تبني بلد بهيك يعني اضافه؟ عم بتضيف محاور الى المحاور، لكن يعني بتبني بتضيف ازمه الى الازمه بس، ما هيك؟ مدام بورا، لكن بتبني البلد بمشروعين متناقضين تماما بيتصارعوا بشكل مستمر. عندك بنهايه المطاف في شيء صح في شيء مش صح، شو هالحكي هذا؟ بس في انقسام مذهبي كبير بالبلد، وعندك اليوم لبنان 30% سنه 30% شيعه، ما تبقى مسيحيين حتى الساعه. أوكي. يعني هذا الانقسام العمودي باقي طويلا معنا، رح نضل ببلد منشطر اجتماعيا. أنا مش هيك بشوفها، الاجتماعي الى ايه؟ مش هيك بشوفها على الاطلاق، بشوفها في مشروع سياسي قوامه انه نبني دوله فعليه بلبنان، في مشروع سياسي اخر مدري شو هو، انت بتعرفيه شو هو، كل واحد منا بده يكون يا مع هالمشروع يا مع هالمشروع، ما في يكون مع شيء اخر مش موجود، ما في أنا نجي نقول انه لبنان منشطر، كيف لكان؟ لكان شو بنعمل لكان؟ اذا لبنان منشطر بين 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 مشروع ايام الدوله وبين مشروع دوله حزب الله، شو بنعمل؟ بنعمل دوله ما بين دوله حزب الله والدوله اللبنانيه؟ لا ابدا، مش هذا مشروعنا، وهذا مش انشطار. الشيعة هن مكون أساسي بلبنان، سنة مكون أساسي بلبنان، تحصيل حاصل المسيحيين هيك، مش هون الصراع. الصراع على المشاريع السياسية، بالمشاريع السياسية كل مواطن شو ما كان طائفته بده ينقي، نحن منقيين ك 14 أدار منقيين، هذا مشروعنا بدنا نشتغله تنوصله، بغض النظر عن مين معه من المسيحيين مين ضده، مين معه من السنة مين ضده، مين معه من الشيعة مين ضده، بكل بساطة هيك لازم ناخذها. والصراع عن جد سياسي بلبنان، لانه لاحظي قسم من المسلمين وقسم من المسيحيين بمحور، وقسم من المسلمين وقسم من المسيحيين بمحور اخر، عظيم. بتحاشي فيه على الاخر، بس مش تضلي انه ايه ما البلد مقسوم فعال، لكن تاني نترك كل السياسي ومشاريعنا السياسيه ونقول القسم بلد مقسوم. لا، بس حتى اذا دخلنا الى الاسماء داخل 14 اذار بنشوف انه دكتور سمير جعجع هو اكثر شخص حده بالمواقف، مثلا الكتائب بتلاقي اوقات في فترات معينه تقوم بانفتاح معين، بلحظات بتحس انه علاقاتها مع الفريق الاخر معززه اكثر. اليوم 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 هيدا ممكن يعزز وضعها ايضا الى رئاسه الجمهوريه اكثر من القوات اللبنانيه. هلا انت ما انتبهت اليوم ولا بتعطيني كريدي على انه عامل عملية انفتاح طويلة عريضة. شو هي؟ بس هلاك ليه بس بتحس بالله اليوم؟ شو بدك الانفتاح أكثر من الانفتاح؟ مدام بس بعد في كل فريق كل هلا بنشوف مرتزي بيجي بالمقابلة في لحية هذه يعني صارت خطوة متقدمة كثير. بدي أقول لك شغلة، صحيح حزب الكتائب عنده طريقته بخوض السياسي وتيار المستقبل عنده طريقته والقوات اللبنانية، بس كلهم سوا هو عنده مشروع سياسي واحد. هلا واحد برخ شوي واحد بشد شوي، مش هون المشكله، مش اكثر تشددا واقل تشددا. انا متصور حزب الكتائب بيوم من الايام رح يقبل على انه حزب الله يضل مثل ما هو. هلا بيسير شوي وبتعشى كافيار عند السفير الايراني وبتغدى سمك عند هداك، هيدي مش مشكله يعني، هيدي بطريقه تعاطي معينه، بس الجوهر هلا هو المشروع السياسي، هو مشروع سياسي واحد ولو اختلفت المقاربات. برايك في انتخابات رئاسيه اذا الله راد؟ او على القليل يخليني اقول لك عم نحط كل جهدنا لنعمل انتخابات. معقول هيدي كمان يعني بدنا شو؟ انه اذا الله اراد واللبنانيين ما رادوا، بالنهايه الانتخابات المره الماضيه تاخرت 6 أشهر او اكثر، حتى 6 أشهر المقاربه كانت مختلفه كلها سوا. هالمره بيني وبين كثير من الفرقاء يعني عندهم مقاربات مختلفه، فبتمنى كل الفرقاء يضلوا على المقاربات اللي عندهم اياها هلا، لانه نحن باقيين على المقاربه اللي عندنا اياها. مفترض على انه 8 أدار بما انه فريق سياسي عنده مشروع سياسي واحد ينقي مرشح يطرحوا على الانتخابات،
مشروع جامعة 14 أدار نفس الشيء، بيتفقوا على مرشح وبيرشحوه بيعملوا له معركته، من هونيك ورايح اللي بيطلع رئيس جمهورية يطلعوا من هني وما بصير شيء. شو بتعتقد بيعمل الوزير وليد جنبلاط؟ لأنه بيضة القبين حتى اليوم، ما في شيء مغير بخريطة تحالفات المجلس النيابي. ما بعرف. عم نحكي بوينتاج وأرقام. إيه ما بعرف. بدي أفترض فريق 14 أدار كله أعطى دكتور جعجع، فريق 8 أدار كله أعطى العماد ميشيل عون. شو بيعمل الشخص الناخب الأهم؟ ما بعرف، بدنا نشوف بوقتها. الناخب الأهم ما بياخد قرار قبل إلا قبل دقيقتين من الشغلة. بدك تشوفي عاد عن الأمور. أنا برأيي هيك هو على كل حال كشخص على مسافة بعيدة منك ومن العماد ميشيل عون، بس الله يبشرك بالخير. وين بتقصر أكثر المسافة، تجاهك أو تجاه العماد ميشيل؟ وين أقصر برأيك؟ بس 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 برأيك بس أنت أقرب ممكن تكون في المرحلة الحالية؟ ليش تنقل هذا كله تبصير؟ إذا بدك خلينا نتفق على المبدا العام اللي هو هيك، ومن هونيك ورايح كل واحد يتحمل مسؤوليته. بيحب يصوت هون تبصير كثير دارج، فينا نبصر لانه كثير دارج. ما بيصيب ابدا، نادرا ما يصيب، يعني عن نوادر هيدي، لانه ما قالوا انه. انا بتذكر بعد اوقات مثلا شو بيجوا بشيلوا مقطع قايله حدا، يعني او قالته حدا من يلي بيعملوا تبصير، بيبقى قايل 200,000 شغله مش مزبوطين، وشي شغله قريبه هيك يعني بشكل غامض انه مش بشيروه، بقولوا شفتوا زبط الحال. دكتور بدنا نتوقف كمان مع فاصل يلا اعلاني في هذه الحلقه، ونعود مشاهدينا الى هذه الحلقه المباشره من معراب مع دكتور سمير جعجع.